يقول فضيلة الشيخ وفقك الله، ما ورد من قول أن ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، هل هذا حديث صحيح؟ هذا حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. نعم، هو حديث جيد، ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر باب من كتاب التوحيد للعبرة والعظة في مخلوقات الله والدلالة على قدرته وربوبيته، توحيد الربوبية. نعم.